ضحى من اجل تونس ولا لو ريزومي مش من اجل دوموفيكا مش تعتبروا احنا عندو حسابات كنتوا تعتقدوا اللي انتم وقت ربحتوا في الانتخابات والحزب نتاعكم لا لا لا, لا واضح لا لا واضح لا 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 انا بايتي فاغوسيتي برنادا علاش فاغوسيتي الاشياء اللي عملناها بكل حريه سواء كان على مستوى المجلس الوطني التاسيسي وترجعوا والوثائق موجوده بالصوت والكلمه وبالصوره يعني تشوفوا الاعضاء والنواب نتاع التكتل شنو كان الدفاع نتاعهم المستميت على الحريات وعلى الامور المبدئيه في صياغه الدستور هذا مش لكن ما يحبوش يتحدثوا على الامور هذه المصادقه على الدستور ما سماش صوت من اصوات النهضه ما صوتش على الدستور الدستور هذاك نهضاوي وهذا الدستور عاد لازم نسالو كيفاش تعمل الدستور تحكي على النسخه الاولانيه ولا على لا 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 الدستور الدستور اللي مصدق عليه هذه لعبه هذه هذه لعب مال فما مراحل في كل بقعه انا نعطيك تعطيني البرومي برويون تعتبره هذاك الدستور تستقبل مال علاش تكلموا على البرومي برويون تاع مشروع قانون المصالحه لا لانه ضد الدستور احنا عمرنا ولا قانوننا ولا هذا البرويون هذا ضد شنو هذا صياغة أولى الناس تلمعت وفما أغلبية وفما أقلية خرجوا لبرومي برويون تناقشوا المجتمع المدني قال فيه كلمته والأخصائيين الوطنيين التوانسة والأجانب قالوا فيه كلمتهم وتغير وتطور وخلط للبرومي جون وبعد البرومي جون عاود دخل للجنة لجنة التوافق ثم هبط للجلسة العامة والجلسة العامة زادت غيرت فيه أشياء وخرج الدستور اللي صادقوا عليه 200 على 216